الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت تذاكر ما تخافش، لو عايز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة جايب لك إشارة جديدة من الباب الخامس، إشارة من الباب الخامس بيركورسو بيدونالي. هنتكلم لك النهاردة عن ممر الراجلين أو بداية ممر للراجلين، بيركورسو بيدونالي، نهاية بداية ممر للراجلين، بداية ممر للراجلين. هنحل النهاردة الأسئلة اللي هجينا عليها بالكلمات الآتية: كلمة إنيسيو على أساس إن دي بداية ممر، إنيسيو طبعًا ده سينيالي دي أوبليجو، يبقى الكلمة التانية أوبليجو. الكلمة التالتة فالي، الإشارة ديت فالي، بير البدوني، بير كورسو ممر، ما عدا كلمة تشيكلابلي، يبقى بير كورسو فيرو، لو جه معاه تشيكلابلي تبقى فالسو، يبقى إنيسيو أوبليجو فالي بير كورسو بدون تشيكلابلي. يلا بينا ندخل على أسئلتنا وطبق الكلمتين دول في حل الأسئلة. نشوف مع بعضنا كده السؤال الأول بيقول لي إيه؟ بيركورسو بيدونالي بداية ممر للراجلين. عايز كلمة إيه؟ إنيسيو أوبليج فالي بيركورسو، إنيسيو فيرو. اتنين إنيسيو أوبليجو، أنا عندي كلمة أوبليجو فيرو. تلاتة إنيسيو أوبليجو فالي، فالي فيرو، فاري أنكل بير أنكل دي جورنو، الإشارة شغالة بالليل وبالنهار وفي جميع الأوقات، يبقى فالي فيرو. أربعة عايز كلمة إيه؟ إنيسيو أوبليجو فالي بير كورسو ما عدا تشيكلابل، يبقى فيرو. خمسة أدور على كلمة إنيسيو، مفيش، كلمة أوبليجو فالي بير كورسو مفيش، يبقى فالسو. ستة نفس الحكاية، أدور معايا على كلمة إنيسيو أوبليجو فالي بير كورسو مش موجودة، أقول له فالسو. سبعة ندور مع بعض على كلمة إنيسيو أوبليجو فالي بيركورسو مش موجودين، تقول لهم فالسو. تمانية أدور برضو على كلمة من الكلمات إنيسيو أوبليجو فالي بيركورسو مش موجودة، تبقى فالسو. تسعة عندي كلمة بيركورسو بس معاها كلمة شيكلابلي، ديت الحالة الوحيدة اللي أقول عليها فالسو، لو جه بيركورسو معاها شيكلابلي تبقى فالسو. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلينا تسع أسئلة اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجي لك على سينيالي بيركورسو بيدونالي بداية ممر للراجلين، حلناهم بإنيسيو أوبليجو فالي بيركورسو ميدون تشيكلابلي. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.